مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من السادسه. في البدايه دايما ببدا بتحيه لكل الاهلاويه، لكن النهارده الحقيقه حابب ابدا بتحيه لكل المصريين. الشعب المصري الحقيقه في قناه صانع الفرحه، البهجه، السعاده، فخر مصر والمصريين، الاهلي المصري اللي اثبت بما لا يدع مجال للشك انه سيد اسياد الكره العربيه والافريقيه. دي حقيقه غير قابلة للنقاش، عشان نتكلم فيها محتاجين فوق العمر عمر تاني، محتاجين 116 سنة تانيين يمكن يجد جديد. للأسف الشديد طبعا الأهلي كان قاسي. احنا عندنا مثل شعبي كده المصريين بيقولوه، اللي يحضر العفريت يصرفه أو يتحمل أذاه، والأهلي امبارح كان مؤذي الحقيقة، كان قاسي جدا على الاتحاد بثلاثية مع الرأفة. الأهلي الحقيقة قدم عرض أكتر من رائع. إحساسي الشخصي أنه فرح مش بس الأهلوية، فرح كل المصريين، وبيتهيألي كمان فرح القارة الإفريقية. خير سفير وخير ممثل للكرة المصرية والكرة الإفريقية في المحافل العالمية هو الأهلي العالمي، الأهلي اللي بصمته وختم النسر بتاعه سايب بصمة في كل قارات العالم على كل أبطال العالم. الكلام مش كلام، الكلام تاريخ وإحصائيات وأرقام. وللأسف للأسف محدش بيقرأ التاريخ، محدش بيقرأ تاريخ 116 سنة أهلي، وحتى اللي بيقرأ ما بيذاكرش، واللي بيذاكر ما بيتعلمش، وحتى اللي بيتعلم للأسف ما بيفهمش. قلنا بعد درس الهلال انتهى الدرس يا سادة، لكن للأسف شديد جدا كان واضح إنه الرسالة ما وصلتش تأكيدا من الأهلي قسوة على الاتحاد، اللي للأسف الشديد جمهوره وإعلامه راهن على الإمكانيات إنها تصنع الفارق. إحنا راهنا على الشخصية وعلى الجينات، أنت راهنت على الأسماء وإحنا راهنا على العقلية، أنت راهنت على النجومية وإحنا راهنا على الشخصية، الشخصية اللي ظهرت قدام العالم كله في أفضل صورها إمبارح. لف العالم كله، لف كل القارات وشوف واسأل كل الأبطال على مدار 116 سنة أهلي، ختم النسر موجود في كل مكان. لو بتسأل على الرسمي اسأل بالميراس بطل الكوبا ليبرتادوريس، واسأل مونتيري وكلاب أمريكا وسياتل ساوندرز أبطال الكونكاكاف، واسأل الهلال، واسأل الدحيل، واسأل الاتحاد امبارح أبطال أسيا وقمم الكرة الأسيوية، واسأل قبلهم طبعا الوداد والترجي وسان داونز في أفريقيا، واسأل قبلهم أبطال أوروبا فينفيكا البرتغالي بطل أوروبا سنتين متتاليتين، واسأل كمان ستيوا بوخارست كان واحد من أبطال أوروبا، واسأل قبل كل دول بروسيا مونشنجلادباخ، اسأل بايرن ميونخ، اسأل الريال، واسأل روما، هتلاقي بصمة الأهلي معلمة والجرح مازال موجود. إياك ثم إياك ثم إياك أن تستفز جمهور الأهلي أو أن تستفز نجوم النادي الأهلي، لأنه الرد بيكون قاسي زي ما كان امبارح في مباراة الأهلي والاتحاد. قلنا هنا من بداية الأسبوع اللي فات وإحنا بنستعد لانطلاقة المشوار إن المباراة 50-50 وإن كل الاحتمالات واردة، لكن الرسالة اللي جت من الأشقاء في السعودية كانت غير كده خالص، وردنا كان في الملعب، وقد كان الأهلي دايما مصنع الأبطال والأهلي هو بابا المجال.